بمجرد وصول باحثي منظمة العفو الدولية لمشرحة زنهم يوم أحداث الحرس الجمهوري، كان هناك تقريبا 8 سيارات إسعاف، كل سيارة بها جثة أو جثتين أو ثلاثة، وكان الأهالي يحملون الجثث إلى داخل المشرحة، وكان السرير المتحرك الذي يحملون عليه الجثة كان كله مغرق بالدماء. أحد الأقارب للمتوفين عند دخوله داخل المشرحة ذكر أنه شاهد جثتين لطفلين تتراوح أعمارهم ما بين 12 سنة و15 سنة، وهذا منافي للتصريحات الخاصة بالمتحدث الرسمي للقوات المسلحة. عند أخذ شهادة بعض الأقارب للمتوفين الذين كانوا موجودين وقت الأحداث، ذكر أحد الأقارب أنه كان بجانب ابن عمه عندما كانوا يصلون الفجر، وبعد صلاة الفجر تقريبا وأثناء الدعاء سمعوا إطلاق رصاص من ناحية الحرس الجمهوري من الخلف. الطلق الناري جاء الشخص المتوفي من الخلف في الرأس، وطالب المنظمة هي إجراء تحقيق عاجل وسريع ومستقل ومحايد بخصوص أحداث الحرس الجمهوري، وإحضار وضبط إحضار هؤلاء المسؤولون عن إطلاق المتظاهرين السلميين الذين كانوا لا يمثلون خطرا على أمن القوات المسلحة التي كانت تقوم بحماية المقر، وأن يحاكموا طبعا طبق المحاكمة عادلة.